المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عدناكم في كل حلقة أن نستضيف رخبة من رجال الأعمال. اخترنا لكم اليوم السيد عصام النشاش، المدير التنفيذي لمصنع لمسات الذهبية لصناعة الأثاث. أستاذ عصام، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. أهلا وسهلا فيكم. حابين تعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. أنا الاسم عصام النشاش، أنا المدير التنفيذي لمصنع لمسات الذهبية لصناعة الأثاث. المصنع متأسس من 2004، بس احنا في البزنس في الأثاث من التسعينات. كان عندنا معارض وعندنا برضو مصنع كمان ثاني، وكان عندنا وكالات أقمشة، وكالات أثاث في السابق، لكن حاليا احنا الكور بزنس تبعنا اللي هو صناعة الأثاث. حابين نعرف عن السبب اللي خلاك تختار مجال الأثاث، وخلاك بالذات تختاره في دولة الإمارات العربية المتحدة. والله هو السبب it's sort of يعني نوع it's a family business يعني كان في البداية، وأنا أصلا شخصيا أنا في مجال الـ IT، بس انجريت لما للفاميلي بيزنس للأثاث واشتغلنا فيه. هلأ ليش اخترنا هذا المجال؟ بتعرف أحيانا أنت في أشياء في الحياة بتوجهك هي نفسها بدون ما تكون عندك اتجاه يعني، أو بالإضافة لأنه كمان زي ما حكيت لك هي يعني بزنس عائلي هو، فتوجهنا إليه بعد ما غيرنا البزنس الأساسي اللي كنا شغالين فيه. شو السبب اللي خلاكم تختاروا دولة الإمارات كبداية؟ طبعا دولة الإمارات في أسباب كثيرة حقيقة. أولا الأمن والأمان، شغلة عدم وجود روتين في الإجراءات والحكومية اللي في موجودة في الدولة، بالإضافة لسهولة التعامل في مواضيع الاستيراد والتصدير والبيع والشراء. كل هاي الأشياء ساعدت على أنه يكون يعني سبب أساسي في اختيار دولة الإمارات. السلاسة في كل شيء هنا. في كل شيء طبعا في دولة الإمارات. حابين نعرف عن الخدمات أو المنتجات اللي بتقدمها أو بيقدمها مصنع المسات الذهبية. احنا مصنعنا يعني متخصص في صناعة الأثاث حسب الطلب، والمقصود في الأثاث اللي هو الصوفيات، المجالس، الكراسي، البيد والهيد بوردز اللي هم الأسرة والروسيات تبعت الأسرة، الكلادينج اللي هو تصفيح الحيطان بالخشب والديكورات. الميزة الأساسية إنه إحنا بنشتغل حسب الطلب، يعني بيجينا الأوردر في ديزاين معين في شكل معين، وبسبب الإمكانيات الموجودة عندنا من ناحية موظفين أو ماكينات أو مهندسين بتمكننا بنقدر إنه يعني نصنع الإشي المطلوب حتى لو ما كناش عاملينه قبل هيك. بتجينا صورة أو دروينج أو إشي وبناء عليه نقدر نصنع. زي ما حكيت لك هذا بسبب وجود إمكانيات عنا اللي هي بتضمنها العمال البروفيشنال المهرة، الماكينات الحديثة، والمهندسين اللي عندهم الخبرات الكافية بحيث إنهم يقدروا يصنعوا أي شيء من خلال دروينج أو صورة بس. تمام. طبعا ما شاء الله صار لكم فتره طويله في دوله الامارات، من 2004 فاتحين مصنع اللمسات الذهبيه. حابين نعرف عن الرؤيه المستقبليه لمصنع اللمسات الذهبيه خلال 5 سنوات الجايه. احنا بصراحه انا شخصيا موجود من نهايه 87 في الامارات ما شاء الله. والاثاث احنا في البزنس الاثاث، المصنع هذا 2004 بس احنا في بزنس الاثاث من التسعينات. احنا رؤيتنا المستقبليه تتمحور حول انه نوسع حجم الإنتاج تبعنا، نوصل لأكبر عدد ممكن من الزبائن، ونوسع كمان شبكة العملاء تبعنا خارج الدولة. عرفت علي كيف؟ بالإضافة لأنه نطور إمكانياتنا التصنيعية بحيث نقدر يكون في عنا من ناحية الكم والكواليتي يعني. عرفت علي كيف؟ وفي نقطة واحدة بس بحب أنبه لها، إنه إحنا ما بنشتغل مباشرة مع الـ الأفراد. احنا شغلنا مع الديزاينرز، مع ديزايننج اوفيسز، مع معارض الاثاث، شركات الاثاث، هذول هم بشكل 99% من زبايننا. لكن هل هذا يعني انه
لو انا كرجل حابب اثبت على مزاجي مثلا وحابب اعمل شيخ خلص صنع انا ديزاين على على مزاجي انا، هل في هل بقدر اني انا اجي عند مصنع اللمسات الذهبيه واطلب منهم الديزاين دايركت، ولا لازم اروح عند مصدر معين ثاني اقدر اني انا اصمم فيه على راحتي؟ لا بتقدر تيجي دايركت، بس انا بقول لك يعني احنا يعني احنا طبيعه عملنا مع هاي الشركات والمؤسسات والديزاينرز، لانه هذول اللي بيعطوك شغل مستمر، عرفت علي كيف؟ بس اذا بيجينا حد بده عنده مثلا فيلا او شيء بده ياسسها ومحتاج لحد يساعده ما عندنا مشكله. طبعا اتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح، ان شاء الله تتوسعوا الى ما حول العالم وليس فقط الخليج. تسلم تسلم حبيبي. حابين نعرف كيف ممكن الامن والامان في دوله الامارات العربيه المتحده يساعد على استقطاب رجال الاعمال من الخارج، خصيصا انه في هذا الزمان يعني صعب تحصل دوله فيها الامن والامان في هذه الجوده العاليه مثل ما بيقول. شوف الامن والامان هو اساس يعني اختيار المكان المناسب لتأسيس العمل والأعمال. تأكيد. إذا ما كانش في أمن وأمان في أي مكان، ما بتقدر أنت حتى نفسيا تقدر تستثمر أو تقدر تحاول تشتغل براحة، عرفت عليك؟ فالأمن والأمان مهم جدا. دولة الإمارات يعني من الدول القليلة اللي تقدر أنت يعني تحس في موضوع الأمن والأمان فيها، وبالإضافة إلى زي ما حكينا أول سلاسل الإجراءات وسهولة الوصول، عرفت علي كيف؟ بالإضافة لكونها هي عبارة عن هب في المنطقة، فهي جاي في وسط المنطقة، بتقدر برضو كمان تتعامل مع العديد من الأماكن اللي حواليها أو الدول اللي حواليها، بالإضافة للأمن والأمان يعني اللي هو الموجود فيها. والأمن والأمان طبعا راجع ل جهود الشيوخ وقادة الدولة نفسهم اللي باذلين جهد كبير عشان هذا الموضوع، واللي يشكروا بصراحة على توفيرهم لكثير من الأشياء، مش بس الأمن والأمان، حتى كمان الإدارات الصح الموجودة في الدولة اللي بتخدم الناس وتخدم سواء كان مواطنين أو وافدين وتجار أو أفراد أو موظفين، فيشكروا جدا على جهودهم الجبارة، لأنه هيك 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 نتائج ما بتيجي من لا شيء، لازم يكون في اشياء او جهود جباره خلفها حتى نقدر نوصل لهي الانجازات. طبعا من هذا المنبر بنحب نوجه رساله شكر لجميع شيوخ دوله الامارات الحبيبه على الرؤيه والتوجه الرائع والقياده الرشيده لهذا البلد. استاذ عصام، حابين نعرف عن كيفيه التواصل مع مصنع اللمسات. احنا في عندنا طبعا اكيد ارقام تليفونات، وفي عندنا انستغرام وويب سايتس بنقدر نعطيكم اياها بحيث يقدروا الزباين يتواصلوا معنا. تمام، نحب نشكرك مره اخرى على تواجدك معنا بالبرنامج. الى هنا اعزائي المشاهدين نختم حلقتنا الاسبوعيه مع ضيفنا المميز الاستاذ عصام. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC العربيه. دمتم بخير وفي امان الله.